فيديو طويل شوي، مالي بس احضروا شوفوا. في 2 فيديو عن مسيحتين، كلام شخص وكلام بيواجه الكلام تبع الشخص الأول، شوفوا الفرق. يعني كلام جميل استاذ ايمن، يعني حقيقه والله، يعني انا بعرف، يعني انت حكيت كلمه حلوه انه اللبنانيين اليوم ويلهم انه يكونوا مع اخواتهم اللبنانيين ومع هالبلد يلي تدمر وهالدماء يلي بالارض، وويلك من ميل تاني انه اليوم منا قضيه تضامن مع شخص وشخصين، او منا قضيه بهالبساطه، في قضيه وطن. حقيقة اليوم اللبنانيين يوم صعب على جميع اللبنانيين، يعني وعلى كل الطبع، على جميع الخبر. ذكرت الإمام الخميني قدس الله سره لما بيقول اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. فنحن لا، هيدي بالنسبة لنا نحن بنقول هنيئا لهم. بس بدي أقول لجماعة القوات اللي هلا فاتحين الدحاب، وهي من القلب، خليني بس لوقف ودير ويجي على القبلة وقل لهم الله سبحانه وتعالى يفجعكم بولادكم، يفجعكم بولادكم ان شاء الله. يا محمد طول بالك يا محمد، انت بتعمل يا محمد يا زلمه يا خي، اذا بتريد انت اليوم عم نحكي نحن في شهداء، في دم ناس ما دام المستشفيات، روح شوف شو عم بيحكوا بالمسيحات عندهم. نحن عم نقول الله يفجعهم بولادهم، لا يعرفوا شو يعني موت، لا يعرفوا حرمة الموت، لا يصيروا يعرفوا حرمة الموت. بالنسبة لنا خي بشير، برجع بقول لك يشهد الله، أول شغلة تذكرت هذا الحديث للإمام الخميني قدس الله سره، اقتلونا فإن شعبنا فياي أكثر فأكثر. شغلة تانية تذكرتها، نحن جماعة خي بالآخر، كلنا 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 بيئة المقاومة، ما بقول حزب الله، المقاومة. الإمام الحسين لما قال لأصحابه خذوا، انا بحكي لكم اياها مثل ما هي، ما احكيها بالفصحى وبالاحاديث، يعني قال لهم احملوا حالكم وامشوا بهالليل، ما حدا بيشوفكم، انتم بريئين الدم بهالمعنى. كلنا بنعرف شو الاجابه كانت، نحن بايعنا هذا الخط، لا بده يروح اولادنا، ما بده يضل حدا، هذا الخط ما بنتركه، صدقني هذه هي الحقيقه. يعني اما بالنسبه لهال الناس ماشي الحال، هلا جاي الايام، جاي الايام ان شاء الله برجع بعيدها، الله يفجعهم باعز اولادهم، الله يفجعهم لانه ما عندهم حرمه للموت. حقيقه اذا بدك تقعد هيك تفكر توصفهم بوصف، ما في جماعه منهم من النوع البشر العادي، منهم بشر، حقيقه منهم بشر، ما عندهم حرمه للدم، لا عندهم حرمه مثلا ام خسراني ابنها، ما عندهم اياها هيدي، يعني بتعرف يصيروا يحسوا فيها. بقول لك مثل ما عم بقول لك انه الله، يا خليني اسمي واحد، يا طوني خاطر الله يفجعك بولادك، مش واحد، كلهم. يا ابو محمد، هي هاي انا مسؤول عن كلامي، السما مفتوحه يا رجل، يا خي يا اخي ما تدعيش، ما تدعي، ابواب السما مفتوحه يا رشيد حبيبي، انا مسؤول عن كلامي، انت عم بقولوا عنك عميل تابع لنا وعم ندفع لك وماشي الحال، خلص هلا بعد شو بده يقولوا عنك غير هيك؟ انا عم بقول لك طوني خاطر الله يفجع بولاده كلهم، مش واحد او اثنين، ليصير يعرف شو يعني الموت. الواحد بيحكي بالانسانيه بغض النظر اذا منعلق اللي صار كعمل مش ضد اللي انصابه، الله يساعدهم ويشفيهم، ويشفيهم عقليا قبل ما يشفيهم جسديا. بس شوفوا الفرق، ليك الواحد شو بيقول، ليك التاني شو بيقول، هذا الفرق بيننا وبينهم. ما بدك كتير، ما عندي شي تاني اقوله، اسمعوا كلامهم مزبوط، تعرفوا هني شو.